واش كدير لنا والله ما هذا ممكن عينا حبس احنا شوف شوف هاي واش هو قدام ويدات في الفاله شد مقدم خويا ما عطاونا والو هاد الناس هادو حنا كنبيعو نشريو بغينا طابله ما باغي والو انا باغي كريري صافي نترزق على الله ما باغي حتى شي حاجه انت تشوف هاد الناس هاد ما عطاونا حتى شي حاجه يجوجوا عندي وليد انا من هنا بلوك رياض لا كارت شهادة السكنة عندي وليد باقي ما عطاونا ما والو خويا تشوف الكارير ما عطاوش ها تشوف بغينا بلايصة بغينا كراريس ما بغينا حتى شي حاجة خويا بغا طويب لا نترزق على الله عندي وليدات خويا انا خدار كنبيع ونشري في هاد البلاصة هادي أكثر من 30 عام ماشي غير انا في هاد البلاصة في أي سوق درناه جاو دابا كنسمعوا أن الناس استافدت جاو قالك ريب احنا ريبنا الخضرة ديالنا في غنديوها في غنبيعوها ما تقبلني سعادة تلقاي نبيعها في شي بلاصة ما يتقبلنيش قالك الناس استافدتو خسير الله يعاونكم أنا ما استافدتش أنا من صغري كنبيع ونشري زائد أنني عندي مرة مريضة مرض مزمن درت لها عملية على القلب 13 مليون داروا لي المحسنين الوراق 13 مليون باش درت مرتي عملية لحد الساعة كنخلص في الدوايات ما خدام ما ردام كنت كناخد دواء ما خدامش خدار في غادي يمشي خدار عرضة للضياع كاينين الناس اللي ما عمرهم كنقبوا ميزان كيبيعوا يشريوا دابا جاو ريبولي قال لك ريب باش غنتحدى السلطات نضار مع السلطات قال لك الاثنين الاول الاثنين الاخر عاد جي عندنا المقاطعه اش غنمشي الاثنين الاول الاثنين الاخر غنوقف بحال هكا كنبان بزناز ما كنبانش خدار خدار اثبات ديال خدار خدار كيفيق مع 6 الصباح كاين عسل 12 الليل وفي الاخر ما كيستافد من حتى حق الا ما كنتش انا خدار وما كانش الاخر خدار شكون غيكون خدار كاينين الناس دابا ما خداره ما والو خدوا البلايص الله يسهل عليهم ولكن يكون اكتفاء ذاتي يعطوا الخداره وشوفوا الناس اللي ما خدامينش بداو بالناس اللي ما خدامينش وبداو بصحابهم بلا ما ندخل لك السلطات شكون وشكون كاين اللي قايد صحابو كاين اللي قايد نسابو مخير فيهم ما عمرو ما باعو شرا انا واحد من الناس كنطالب بلاصه بحالي بحال الناس يقول لي واجب غنخلص وغيقول لي اي حاجه غنخلصها باغي بلاصه بحالي بحال كاع عباد الله كاملين انا 40 عام وانا كنبيع ونشري مع والديا وتزوج وراه جيت هو كان يبيع ويشري دابا مريض بالكلاوي طيح ناعس انا اللي خرجت كنبيع في بلاصتو وقال لي يجي بالتصاور جيب فوتوكوبي دفعت داكشي الجمعيه هي اللي معاوني دفعت لي الوراق قال لي يدي غدا غتشدين على اليوم مع 6 الصباح جاو حيدوا لي دابا الطابله ما عطاوني لا نمره لا والو انا دابا باقا باركه في الصاله درت فراشه وبركت في الصاله قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.